يوم ملحمة، يوم وطني. يعني الإمارات وشعب الإمارات وتاريخ الإمارات يتشرف بهذا اليوم. يعني شهداءنا وأهلهم هم أبنائنا وأهلنا، فهذا اليوم نحن نحتفل بهذا الشيء، أنه يوم وطني ويوم يعني لهذا الشهداء اللي ضحوا وأعطوا، وأبناء الإمارات هم يعني اللي يبذلون ويعطون ولا يخافون الموت، وهم أثبتوا على هذا والحمد لله.